زلزال يهز إيران. إيران اليوم تمر بلحظة صعبة وتوقيت صعب جدا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في حادث غريب، أقل ما يوصف به أنه حادث غريب. معلومات قليلة جدا بنعرفها عن الحادث لحد اللحظة دي. كل بنعرفه أنه امبارح حصل سقوط لمروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته وفد مرافق لي إلى أذربيجان. سقطت الطائرة بشكل غامض بشكل غريب. بدأت فرق البحث والإنقاذ تحاول تحديد موقع سقوط الطيارة بدون نجاح. دول كتير شاركت في عملية البحث، 56 فريق إنقاذ أو فريق دعم بيسعى لإيجاد حطام الطيارة. تصريحات قليلة، بيانات قليلة جدا، معلومات تكاد تكون معدومة. حتى خرج الخبر اليقين بالعثور على حطام الطائرة ووفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومعاه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 5 أيام حداد في إيران. مجلس الأمن الدولي اليوم وقف دقيقة حداد أثناء المناقشات نتيجة للي حصل. ردود أفعال دولية كبيرة، التعازي في كل مكان ومن كل الدول، اتصالات هاتفية. اللي بيحصل داخل إيران اليوم لحظة صعبة جدا، ولحظة صعبة كمان ما نقدرش نفصلها عن الأحداث الدولية. إيران اللي هي داخلة في صراع مع إسرائيل وداخلة في توتر كبير مع إسرائيل، وقبل أسابيع كنا بنحكي لحضراتكم عن الضربات المتبادلة، الضربة الإيرانية لمواقع إسرائيلية والضربات الإسرائيلية أيضا للسفارة الإيرانية في دمشق. الجو كله مكهرب، وفي وسط كل ده تقوم أو تحصل الحادثة دي. أمريكا خرجت على طول اتكلمت عن مفيش أدلة عن تدخل أجنبي، كأن اللي على راسه بطحة، وبدأوا يقولوا إحنا محدش له دعوة باللي حصل أو مفيش ما يشير إلى تدخل أجنبي. ردود الأفعال الدولية زي ما بقول لحضراتكم كبيرة جدا. إيه اللي بيحصل داخل إيران اليوم؟ المرشد الإيراني عين النائب الأول للرئيس، عينه هو الرئيس محمد مخبر. وفي تحدي كبير في إيران اليوم، وهو إجراء انتخابات رئاسية خلال فترة قليلة كما ينص الدستور الإيراني، وتحديدا المادة 131 من هذا الدستور اللي بتنص على إجراء انتخابات خلال 50 يوم في حال وفاة الرئيس. حادثة غريبة زي ما بقول لحضراتكم، زلزال يهز إيران، أولا لأنه متعلق برئيس دولة داخلة في صراع مع إسرائيل بقالها أسابيع وتوتر وتصريحات متبادلة، وضع مكهرب جدا. ثانيا لأنه الحادثة نفسها غريبة قوي وحصلت بصورة غير مفهومة حتى الآن. إيه هي أسباب سقوط الطائرة؟ محدش يعرف أين سقطت الطائرة تحديدا، وحتى الطيارة نفسها اللي كان راكبها انتشرت معلومات كثيرة بيسموها في إيران دبور الجحيم. التفاصيل الكاملة والصورة الكاملة حتى الآن لا أحد يعرفها بشكل كامل، لكن بالتأكيد هيكون مثار انتباه وتركيز خلال الأيام القادمة بشكل كبير جدا. النهاردة كمان الرئيس بيعزي الشعب الإيراني في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والحقيقة يعني خرج طبعا بيان من رئاسة الجمهورية عن تعزية خالص التعازي والمواساة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب الإيراني الشقيق، ودعوة لأن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد، أن يتغمد الله الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأعرب عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، حداد وطني وتعازي من كل مكان ومن كل الدول.